الحمد لله على سلامتك يا بطل. الله يسلمك يا سيد. سيد ثواني بس، فيها ورده. انا مش عارفه اقول لك ايه يا سيد، مش مصدق اللي عملته عشاني في الحاره. اسامه هو اللي عمل يا ورده، هو اللي اتضرب علشانك وانا ضربت عشان اسامه. سيد، سيد. ها بص انت ايه يا اخي، ما بتعتقش حتى البنت اللي عيني منها وكنت هموت عشانها؟ مستكترة عليا عايز تاخدها لروحك؟ استغل الفرصة عايز تكسب بنت على قفاها؟ الحمد لله على السلامة يا عز، نورت بيتك. حقن بقى، معقولة؟ معقولة يا سمعة الناس جاية من آخر الدنيا وعاملة معانا أحلى واجب وأنت بترش سجاير؟ ما ينفعش. سمعة رجالة صاحب عمري، بص أبو الكرم كله. إيه اللي شكراً؟ يلا فرج الناس. لا أنا زعلان منك، بتروح الجيم من ورايا. والله ما حصل ده هم. قد القول يا عم سمعة، بس أنت عارف يا أبو سيد لازم نرجع الغردقة النهاردة، وأنت كمان يا حاوي لازم ترجع معانا، أحسن الدنيا مقلوبة عليك بسبب غيابك كام يوم اللي فاتوا. معلش اسبقوني انتوا، بس عندي مشوار مهم هخلصه وهحصلكوا على طول. ماشي يا صاحبي، ما تقومناش بحاجه تاني؟ يا دوب نلحق نوصل الموقف. موقف؟ انتوا بتشتموا سمعه كده بقى. موقف وتاكسي بتاع سمعه موجود. يلا يا رجاله. لا لا سيبهم، مش من تاكسي ايه، العفشه العفشه. ما تفضحش يا ابونا، ابوس ايدك. يلا يا رجاله. يا عم يلا، فين عايزين مقطوره؟ يلا بينا احنا. ايه ده يا نهار اسود؟ اوعى فجر يا سيد. اطلع. ايوه اهو اهو اهو. واحنا بنجري يا سيد؟ زهق يا ابني، انا مش هربان. اطلع سيد ابن حبيبي. لا اله الا الله، الراجل يعيني من قله الناس اللي بتزوره افتكرني ابنه. معقوله يابا؟ معقوله اجي ازورك تسيح لي؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني قوي 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 يا سيد. بقولك يابا، خلي بالك انا دلوقتي بقى اسمه سيد ابو الليف. بتتبرم لابوك يا سيد؟ بره ايه بس يابا، مش انا مطلوب. اي مكان هظهر فيه باسم سيد فرحات ابو دومه هتمسك، عشان كده عملت بطاقه باسم جديد عشان اعرف اشتغل في الغردقه. انت كنت ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو انت جيت عشان خاطر ابوك حبيبك يا سيد؟ لا مش الفكره. مش قصدي يابا، انت على راسي. اصل الواد اسامه اتخانق واتصاب في الحاره، زنقت يعلم عليه، فنزلت عشان اجيب له حقه. مش عايزين حد يفتري عليهم في غيابنا. يابا بتعيط ليه بس؟ ده انا خليت لك زناتي ذكرى من ذكريات الحاره، واسامه زي الفل. بتعيط ليه بقى؟ انا مش بعيط عشان خاطر اسامه يا اخي. عايز سجاير اجنبي وكفته. كفته؟ زبده وحشتني قوي قوي يا سيد. يا نهار اسود ومنيل. زبده؟ يا عم اعتق بقى، حتى في الحجز عايز تذاكر؟ ينفع كده؟ تصدق بالله؟ من ساعة ترابيزة النبي السودك اللي أنا فيها دي ما جاتش ضربتني ولو مرة واحدة، رغم إنها عارفة إن أنا روحي فيها وإن تعب الدنيا ده كله ممكن يهون لو هي جنبي. تعرف يا سيد، والله 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 لو طلبت ضيع عينيا أديهولها، ما
وعايش بقيه عمري ألطش. لا انت اكيد بتتكلم عن ناس عجرم يابا، لا يمكن دي تبقى زبده. يابا دي عامله زي البطه البلدي اللي متاكله ثلاث مرات قبل ما حد يسمي عليها، ده غير العرف. بحبها يا سيد، بحبها حتى لو كانت نعزه. نعزه؟ ماشي يابا. يا خرجان باب الحمام. داري نفسك، في رجاله في البيت. هو فين الرجاله دول؟ لايميني عليهم. ايه ده ما اكلتش ليه؟ ده الاكل لسه بحاله. ماليش نفس. يبقى عشان سيد سافر، ما هو اصل الاكل ما كانش بيحللك الا من ايده. يوه حاسب هتحرقني. مالك متعصب كده؟ انا عايز اعرف كان عامل لك ايه سيد؟ كان اتضرب عشانك؟ عنده استعداد يموت نفسه لو حد مسك بكلمه واحده؟ ولا هو عشان لسانه حلو وبيعرف يلعب بالبيضه والحجر؟ ما تردي. هو ده كلام يترد عليه؟ ربنا يهديك يا اسامه. انا دلوقتي بس فهمت ليه سيد كان وشه متغير وهو سايب البيت ومشي. صحيح سيد ما موتش روحه عشاني، لكن كان ممكن يموت عشانك وهو بيجيب لك حقك من رجاله الزناتي وشله البرشام. الله يلعن ابو الشيطان يا اخي. تعالى لي بدا كده. ايوه على مهلك. ها ايه ده؟ في ايه؟ هلو باسانت. ايوه هات هنا. ايوه بس عشان القعده تبقى مظبوطه شويه. شويه تغيير كده عشان خاطر العين. عين ايه؟ ايه ده انت مش واخده بالك انها عين ولا ايه؟ في الاول انا وانت يجي لنا تسمم، وبعدين وجيه تجي له السفره، وبعدين نتسرق كله ورا بعضه. تبقى عين بقى ولا مش عين؟ تغيير العفش بالشكل ده هو اللي هيمنع العين؟ طبعا دي عكوسات، اهالينا كانوا بيقولوا عليها كده زمان. طب اقول لك على حاجه، ايام المذاكره لما كنت اخد عين ماما بقى الله يمسيها بالخير كانت تقولي البسي هدومك بالمشقلب. غريبه قوي، وازاي فاكره كلامها مع ان انت بتقولي ان ماتت وانت صغيره؟ ما حدش بينسى كلام مامته. مش قلت لك حطي دي هنا؟ وبعدين يعني هي العين بالسنه موضه بتروح وتيجي؟ خالص دي حكايات هتفضل موجوده لغايه يوم القيامه. ايوه بس تغيير العفش بالشكل ده هيخلي اي حد يجينا يقول ان احنا ما عندناش ذوق. يقولوا بقى اللي يقولوه، مش هتفرق معايا. مش احسن ما يفضلوا مركزين معانا وعينيهم تجيبنا الارض؟ من فضلك رجعي الحاجه مكانها. برضو مش فارق معاكي اللي انا قلته لك ده كله؟ مش فارق معاكي اللي هيحصل؟ مفيش حاجه تحصل غير الناس هتضحك علينا. قصدك ايه بقى ان شاء الله؟ انا اللي هضحك الناس علينا ولا ايه؟ ايه في ايه مالكم؟ مفيش، ده بيتك وانت حره، اعملي فيه اللي انت عايزاه. لا يا حبيبتي، ده بيتك قبل ما يكون بيتي. خلاص يا جماعه رجعوا كل حاجه زي ما كانت. فطرتي يا روحي؟ لا انا اصلي عندي ميعاد دلوقتي، في حد جاي لي هستناه في المكتب. بس قبل ما اروح المكتب في حاجه عايز اقولها لكم انتوا الاثنين. طريقتكم في الكلام كده مش عجباني، ريحتها مش لطيفه، السكه دي مش حلوه، اخرتها نكد، وانا ما بحبش النكد. عيني عليك بارده، واضح انك شادد حيلك اليومين دول. هو يعني في حاجه بتعدي من تحت دهنك؟ ما انت في كل الحالات بيدوبك من الحب جانب. عشان انا مش حاسبها بالشكل ده. عايزك تاخد بالك على نفسك، انت مش مجرد زبون عندي، احنا اصحاب وفي بيننا عيش وملح، والبلد النهارده ما بقتش زي امبارح في كل حاجه. عشان كده ايقاع الشغل يا صاحبي لازم يمشي بشكل سريع ومختلف. محدش ضامن الكره لما هتلف هتقع في حجر مين. وانت ناوي على امتى؟ بكره لو تحب. اتفقنا نفس الميعاد. انا هتحرك بعد بكره برضو في نفس الميعاد. على بركه الله. صحيح اخبار صاحبتك بتاعت الفنجان ايه؟ مين قصدك؟ مها؟ يا لهوي على ده اسم مها. مش انا اللي متجوز نحمده؟ طب ما تحمده. التارية يا اخويا التارية. الا وتعرف مها بتاعتك دي مخيشه في نافوخي قد ايه؟ يا حسونه مها دي تاخدك البحر وترجعك عطشان. ما هياش محتاجه توديني وتجيبني، انا اساسا ريقي ناشف وحموت من العطش. الغردقه غيرتك قوي قوي يا سيد. ليه بس يا ابني؟ ليه؟ ليه بس يا سيد؟ ده
ده انت من ساعة ما رحت هناك يا سيد مفيش مكالمة تليفون تطمن على سمعة، مفيش رسالة جي بي اس تقول لي اخباري فيها ايه. ما انا مش ذنبي انك غبي للمرة 13 يا ابني، اتقلبت في الطريق والموبايل اتسرق. اكلمك منين انا؟ اصبر اهو جالي تليفون. ما التليفون هو يعني ما اتسرقش يا سيد. الو يا ارنولد يا راجل. هو ماله شرط حلو كده؟ طب وانا ايه ظروف يا راجل؟ لا انا عارف مين اللي عملها، عارف مين اللي حط عينه فيها. طب انا جاي لكم، انا جاي لكم. انا اسف والله انا مش عارف اقول لكم يا رجاله، انا جاي لكم في الطريق، انا جاي لكم في الطريق. مع السلامه. مين اللي شدد حيله ده؟ انت مش حطيت عينك فيها يا ابن الفقريه؟ انا طول عمري عيني بارده عليكم. ما برطم ارخي، انا اترفضت. اطلع بينا على المكان اللي احنا رايحينه وما تسالنيش فين لا يولع قبل ما نوصل. اطلع من شتري. خير في ايه؟ مش انا يا سيد. امال مين؟ المارش مش عايز يلقط. وهو امتى لقط؟ معلش يا سيد لو فيها سيد ادب مني ممكن زقه خفيفه، مش عشان المارش ده. انا عيني انا عندي كام سمعه يا لهوي. زقه واحده هتجيب لنا السكر. التاني وكارك هزق انا. ماشي هكارك انا. ماشي هكارك يا سيد. يلا كارك. ها هكارك انا اهو. ما انا مكارك اهو اهو اهو. الزقة دي ما قصرتش يا سيد، هي خفيفة شوية، أنا عايز زقة نظيفة. مين؟ تتجوزيني؟ قد كده خايف من الخسارة؟ ولا عايزني أمنع عنك الخسارة اللي قلت لك هتقطم وسطك السنة دي؟ ألا كده هتزعليني منك بقى؟ اللي جاي عايز حلال ربنا تدخلي في ضميره وتفسري التفسير البطال ده. ده انا جاي لك دغري. وش كده يحسونا بيه؟ وش؟ الله، امال يعني عايزاني اعمل نفسي مقابلك صدفه في ثلاث اربع اماكن وانا اساسا اترك؟ ولا بلاش اخش لك على الفيسبوك واعمل لك تاج ولايكات وماله؟ لو اللون ده يعجبك من عينيا الاثنين بعد شهر العسل يا عسل اعمل لك كل اللي نفسك فيه، هتشقلب لك كده. حسونا بيه؟ احنا ما نعرفش بعض خالص. بعدين مش اللي كانت معاك في اسبوع ابن سالم بيه تبقى مراتك برضو؟ الله، طب ما انت مركزه معايا هو واخده بالك. ومال هي تبقى مراتي في مصر وانت مراتي في الغردقه، وانا بموت في الغردقه، احب الغردقه. قلت ايه يا غردقه؟ مش لما فوق من المفاجاه الاول واهده وافكر. حقك، خدي وقتك كله اللي انت عايزاه وانا هضرب بونطة بره لحد لما تخلصي ارجع لك على طول. بونطة ايه يا حسونة بيه؟ بونطة ايه؟ هو احنا بنهزر؟ انا كنت خارجة اساسا. ومال؟ شوفي انت محتاجة وقت قد ايه؟ اديني وقتي زي ما انا اديتك وقت. انا ما خدتش وقت، انا السهم طلع من عينيكي رشا في قلبي عششت في نافوخي على طول. يا سلام. بصي اهو معششة في نافوخي وفي عيوني وفي خدودي وفي. طب بس بس بس، وما دام انا معششه قوي كده ما افتكرتش انك لسه ما حاسبتنيش على الفنجان اللي قريتهولك؟ ايه؟ هو انت بتاخدي فلوس قصاد قرايه الفنجان؟ انا فاكرها هوايه. هوايه؟ لا يا حبيبي، انا احترفت من زمان. وماله؟ عقبال ما احترف انا كمان ونلعب مع بعض ماتش النهائي النهارده يكون عندك حق الفنجان. اوكي احيي على دي. اوكي قوليها تاني كده. اوكي يا حسونة بيه. اموت في الحنين اللي مش مبين. اهو بدا يبين اهو. البنت اللي حضرتك امرتي بتشغيلها اللي بتقول ان اسمها سماح لسه ما جابتش اوراقها لحد دلوقتي، وانا خايف لو حد عدى من شرطه السياحه وسال عنها وعن اوراقها موقفنا ساعتها مش هيبقى كويس. اكرم خلاص المعلومه وصلت. حضرتك عارفه ان الاجراءات دي بتاخد وقت، خفت انزل الاسماعيليه اعمل بدل فائد، حضرتك تتهميني بالتاثير في شغلي. حلي مشاكلك بنفسك يا سماح. الورق لو ما جهزت في 48 ساعه من نفسك كده ما تجيش تاني، وبلاش كل ما تتكلمي تتكلمي باسلوب الشحاته ده. يقوم ربك لما يصادف يا معلم. اليوم اللي اروح اطلع فيه البطاقه الجديده شويه عيال ولاد حرام يعلموا على اخويا في الحاره. قعدت معايا مين في المستشفى لحد ما شد حيله
واللي ربنا قدرني عليه عملتهوله عشان اجيب له حقه. رجوله عرب جدع. حلو الكلام. ينفع بقى يا معلم جزات الرجوله الرفد ليا و15 يوم جزا للرجاله اللي جت تجاملني في اخويا؟ لا طبعا. ازاي؟ وبعدين يا معلم؟ لا ما ينفعش. ما انا سمعت. لا اللي بعديها الحقيقة يا ست مهر. معلم يا عيون المعلم وقلب المعلم وحب المعلم ومزاج المعلم. مش هتغيط الجدع؟ جدع مين؟ الجدع اللي قاعد قدامك من الصبح ده. مساء الفل يا معلم. عرب انت جيت امتى؟ يا نهار اسود انا قاعد القعده دي من ساعه ما اترفدت والله يا معلم. وكمان اترفدت ليه؟ أنا بقول أقوم أدور على شغل أسرع يا ست مهجة، وسامحيني إذا كنت جيت البيت في غياب المعلم. سلام عليكم. برعي ما تكني بقى شوية، الراجل بقى مدهول قدامك. حاضر يا معلمة. بقول لك إيه يا سيد؟ أنت تعرف الراجل ليك مصلحة عنده ده؟ يا لهوي يا أما، أما رفدني إزاي يا ست مهجة؟ طب حلو، شايف الموبايل التاتش ده؟ عايزك تطلع الرقم من عليه وتطلبه، حكيم أنا ما بعرفش أستقرأ وأكتب. مالكش دعوة بالباقي. طب هو هيكلمه إزاي في الحالة دي؟ ده مش شايفني. يا سيد اتقل كده عشان خاطر تاخد حاجة نضيفة. نضيفة؟ منور يا معلم. عرب انت جيت امتى؟ اقعد اقعد اقعد. يعني انا يطلع عيني واقعد اجهز واستف وادور في قوانين المواريث وفي الاخر تقول لي علق الوصيه؟ وهو انت يعني بتعمل اي حاجه ببلاش؟ طب افهم الاول، عايز تعلق الوصيه ليه؟ عايز اغير فيها شويه حاجات، مش عايز اظلم بسنت. ما انا قلت كده من الاول وما عجبش. اصل انا اكتشفت ان مش بس هي اللي من صلبي. قصدك على وجيهي؟ ربنا يخليهولك. بس ده يقتلك ازاي وهو لسه بيرضع؟ جري يا ابو اليزيد، هو انت جاي المشوار ده كله عشان تهزر؟ طب من فضلك اتكلم على طول عشان ما تحيرنيش معاك. اصل انا اكتشفت اني كنت حاسبها غلط. مش بس بسنت وجيه هما اللي من صلبي، باسم ابن اخويا يعتبر من صلبي، وكان يحق له الورث لو ما كنتش خلفت وجيه. حقه في الورث ده خلاني اركز في كلام مها. بسنت في وجود وجيه هتاخد حقها الشرعي، ولو دماغها راحت للشر هتفكر تقتل وجيه ما تقتلنيش انا. وده عكس الكلام اللي قالته مها. عشان كده طلبتك تيجي عشان نغير الوصيه. انت بتعملي ايه هنا؟ انا كنت جاي استاذنك عشان اودي وجيه للدكتور، اصل هو موده مش حلو ومقريف. بسيطه، خدي السواق وروحي لاقرب دكتور هنا، بس غطيه عشان ما يبردش. لا دكتور هنا ايه، كفايه اللي حصل بعد الولاده. انا عاوزه دكتور مشهور من مصر تابع حاله الولد، او بعد جيبه انت. لما نتكلم في الموضوع ده مره تانية. خديه دلوقتي لاقرب دكتور لغايه لما نلاقي دكتور مشهور في مصر يتابع معاكي. في حاجه تانية؟ لا. طب اتفضلي دلوقتي وبيطمنيني من عند الدكتور. اوكي حاضر. ادخلي وقفلي الباب. نعم. ممكن اعرف وش الكلب اللي انت لابساه من صباحيه ربنا ده سببه ايه؟ ماليش يا بنت. انت عارفاني وحافظاني، لما احط في دماغي ان عايز اعرف مالك مش هسيبك غير لما اجيب اخرك. وانت اصلا شايفاني ولا حاسه بيا ايه؟ فجاه كده بقت مشكله حياتك تعرفي مالي؟ يا بنت بصي في وشك في المرايه، بصي في وشك كويس. ده وش بنت عندها 20 سنه ولا وش واحده عندها 40 سنه وشايله الهم؟ يا بنت ما تفرهدنيش وبلاش عند. قولي مالك، ده انا مهما كان امك سترك وغطاكي. امي؟ ياه ده انا نسيت انكم ايه بتقوليها كده ومش خايفه حد يسمعك ويكشف سرنا اللي عايشين بيه وبنتنقل بيه من بيت لبيت جوز لجوز؟ لما صدقت ان اختك الصغيره من قله حنانك وقلبك اللي زي الحجر. ما يا ضنايا لو كنت قلت انك بنتي كنا متنا من الجوع وكنت قعدت جنبك وبقيت ام العروسه. لكن لما اقول انك اختي ابقى انا العروسه وفي الاخر كله بيصب بمصلحتك. مصلحتي ان امي تبقى قدامي واقول لها يا ابله، ولا مصلحتك انت انك تعيشي حياتك وتهز في بنتك؟ بنتي ولا اختي، انت فارق معاكي في ايه؟ قولي لي ناقصك ايه؟ هو انا ذنبي ان انا اتجوزت وانا صغيره وخلفتك وانا عيله؟ وبعدين كنت عايزين اقعد جنبك ليه يا حبيبتي؟ نقعد نراضي ببعض؟ بوزنا ببوز بعض؟
ولا القبرك اني اسطرك واتسطر معاكي ونلاقي بيتي يلمنا. ما انت علينا يا بت، انت تشتغليني؟ عايزه تفهميني ان فجاه المشاعر العميقه الدفينه نقحت عليكي ونفسك تقولي يا ماما؟ ما تخلصي يا اختي وتقولي في ايه؟ اللي عيني طالعه عليه ولا حاسس بيا، واللي مش حاسه بيه كان هيموت روحه عشان حكايه سيد وقص قص. الله، ده انت قاريه كل حاجه بقى. ما بقاش زبده بت ام وزبده، انا ما عرفتش اقرا بنتي. طب دليني يا بت ام وزبده. يا بت ما تبقيش هبله واشتري اللي شريكي. انا اللي ضيعني ووصلني اللي انا فيه ده اني لما كنت في سنك كنت عبيطه وهبله، كنت بجري ورا اللي بحبه مش اللي بيحبني. الزمن أدبني وعلمني اني ادور على اللي شاريني. هيفكر ألف مره قبل ما يزعلني، هيفكر ألف مره قبل ما يمد ايده عليا. والمثل بيقولك خدي اللي بيحبك ما تاخديش اللي بتحبيه. بنت حلال. وبعدين معاك بقى؟ وبعدين معاك بقى ايه؟ الحاج سيد السني عزمنا على العشاء ومصينا بلغك، حابه تستنيني ونروح سوا ولا؟ الو مالك؟ بقول لك ايه؟ ما تعرفش فيلا سالم الجرح فين؟ دي الغردقه كلها تعرفها. اتنقلت هناك ولا ايه؟ حاجه زي كده. حلو، اخلص بقى المقابله النزله دي واوريك الفيلا في سكتنا، تمام؟ تمام. يلا. هستناك. انا طول عمري لا بحب الاستثناء ولا الواسطه. خصوصا في شغله الامن. لان اللي بيشتغل بيهم في شغلانتنا دي بيعمل ثغرات امنيه كبيره. واحنا شغلتنا تحقيق الامن والامان. طبعا يا باشا كلام زي الفل. بس. اما بالنسبه لكم بقى انتوا الثلاثه، لولا ان انا عارف اخلاصكم وقدراتكم العاليه في الشغل انا ما كنتش لغيت الجيزه. بس لو اتكررت تاني هضيف الجيزه القديم على الجديد. اتفضلوا. استنى انت. امورنا يا باشا. انت ايه حكايتك بقى بالظبط؟ كل شويه تكلم ابو العز بيه وتخليه يكلمني علشان يتوسط لك ارجعك الشغل تاني. اعمل حسابك. مالكش فرص تاني في المكان ده الا بشغلك وبس، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ربنا يخليك لينا ويخليك للغردقه. وجبت بطاقتك ورقك والمصر وللامه العربيه. جبت ورقك؟ اه يا فندم. دي البطاقة وبقيت الورق كله يبقى عندك الصبح يا فندم. ابعتي لي يا أكرم. أفندم. آسف على الإزعاج يا مهان. حسوني بيبعت لحضرتك حاجة موصيني تشفيها بنفسك. أشوفها فين؟ بره على باب الفيلا. ايه رايك يا هاني؟ حسونا بيه برضه استاذ ورئيس قسم. الو؟ ميرسي يا حسونا بيه. اغلى فنجان قهوه شربته في حياتي. ياه دي كبيره قوي. وايه ده يا اخوان؟ هي دي اللي كبيره. هم قالوا لي هتاخد نصها كلها ولا ايه؟ مالك يا بنتي بتطلعها كده ليه؟ يلا يلا الراجل بيزمر الناس زمانها اتحنطت في البازار. يلا للفيلا تولع في وشنا. يلا نهار اسود. قلت اسال انا بقى يا عرب ما دام انت رحت وقلت ادولي. لا والله يا حاج سيد غصب عني، ما انت عارف الدنيا تلاهي وانا الدنيا مش سايباني في حالي. اصل هتعزني قوي يا حاج. انت شفت بنفسك. اه شفت. يلا يا اولاد لقمه كده على ما اقص. يلا اتفضل. الله يخليك يا حاج. تسلم ايديك. اتفضلي. لا انا والشيف. اتفضلي. يلا يلا بد ايديكم. دي بنتي وحدتي زي ما عرفتوا، مش عايزه تحس انها لوحدها بعد ما اموت. بسالوا عليها وعليا برضه. ايه اللي انت بتقوله حاج سيد ده بس؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر ويخليها لك. ولا ايه؟ اه طبعا. فكرتوني ببابي. أصل الحاج سيد كربونة من بابي، ما بيقومش من على سجادة الصلاة. ربانا أنا وإخواتي أحسن تربية.
هو صحيح مش غني قوي بس علمنا ان الغنى غنى النفس. ده غير بقى يا حاج سيد اني اتعلمت منه الدقه، واني لما اعمل حاجه لازم اعملها بالسنتوفه ومظبوط عشان ما تمسكش قصدي عشان ما تتمسكش عليا غلطه. ده غير انه زرع الطموح فيا من صغري. يا حبيبي يا بابي، انا بقى ابويا ما عرفتوش غير لما مات، ولما مات عرفت انه كنت يتيمه برضه وهو عايش. يمكن لو كان لي اخوات كنتش هحس الاحساس ده، بس ساعات بقول مين عارف، لو كان لي اخوات كانوا هيحبوني ويحتووني ولا هيقصوا عليا ويسيبوني مني للدنيا. هو ده بقى فرق التربيه يا حاج سيد، بابي بتاعها غير بابي بتاعي خالص. تصبح على خير. يا ريت. يا ريت ايه؟ يا ريت يبقى خير وانت من اهله. هيا سيلي تعالي. ايه؟ خلاص نويت. حضرتي نفسك كويس؟ حاطه خطه معينه في دماغك؟ يعني على قد ما قدرت. انت عارف ان المعلومات قليله قوي المره دي. طب اقعدي. ايه هاني؟ مراد ابو الخير عندك؟ بعتهولي. لا دلوقتي عندي في المكتب. شكرا. قلت لهم ايه في البيت؟ لا ما هم خلاص بقوا متعودين على جناني. لما رجعت لهم اخر مره بعد تحقيق المخدرات امي ما بقتش مصدقه، كان ناقص تبلغ عني. وطبعا كدبت عليهم عشان تطلعي المهمه دي. بصراحه يعني قلت لهم انك بعتني اعمل تحقيق عن السياحه بعد الثوره. ادخل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مراد، ازيك؟ انا كنت عايز اطمن عليك. الحمد لله تمام. ها شغال على ايه يا بطل بقى دلوقتي؟ مصابي الثوره، ثوار امبلطجيه. تمام. طيب خلص وببلغني. حاضر، بعدين سحرتك. اتفضل. ده اللي حصل لمراد لما اتكشف في فيلا سالم الجرحي في الغردقه يوم راس السنه. لسه برضه مصممه تسافري؟ تصدق انا لو كان عندي لحظه تردد واحده قبل كده بعد اللي حصل لمراد، لو انطبقت السما على الارض انا مش هرجع من الغردقه غير وانا معايا فايل كامل عن سالم الجرحي. تصدق انك شرير وبتعرف تستفزني؟ تخليني اعمل اللي انت عايزه من غير ما تقول. خدي بالك من نفسك يا سالي. مش انا، خدي انت بالك من نفسك. Thank you.
فاتحة نفسك في بيت أهلك. مغفل ضيع نفسي عشان واحده هبله مش عارفه تميز ما بين راجل وست، ولا انت كنت ناوي تقتلي اي حد ولا ايه؟ قدامي تعالي تعالي انت جاي ورايا ليه يا اخي؟ ما تسيبني في حالي يا اخي. تعالي من اول ما شفتك حسيتك مش مظبوطه. سؤالك عن الفيلا، كلامك عن اهلك واخواتك، اول بصه ليك لسالم الجرح ما كانتش بصه مظبوطه خالص. سرقه الخنجر من ورا الراجل اللي في نفس التوقيت كان بيوصينا فيه على بنته، حتى بنته لما سالتك اشوف لك شغلانه قلت لها لا انا عايزه شغلانه تانيه. مفيش حد جاي يدور على شغل بيختار الشغلانه اللي هو جاي لها. كل ده حسس ان جاي تعملي مصيبه يا في نفسك يا في حد. مشيت وراكي بعد ما خلعتي مني طبعا، ودخلت وراك الفيلا زي ما دخلتي بالظبط، والباقي بقى انت عارفاه. بصي انا مش هسالك كنت عايزه تقتلي سالم الجرح ليه ولا ليه دعوه بحياتك اصلا، لكن انا ما اقدرش اشوف حد لسه ما هضمتش معاه اللقمه اللي كلتها في خطر واقف اتفرج واعمل عبيط. ممكن تسيبني وتمشي بقى؟ لا يا حلوه ما كانش يتعز. انا مش هسيبك كده في وسط الشارع في انصاص الليالي، انا مش هسيبك غير في بيتكم لما تبقي في الامان، وبعد كده بيعملي اللي انت عايزاه، وده كمان لازم يرجع لاصحابه. العيش والملح ليهم حق عليا، وليك عليا لما تقولي لي كنت عايزه تقتلي سالم الجرح ليه هبقى اجيب لك واحد على حسابي. خد واطيه باشا.